السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس البرمجية الخاصة بلغة سي شارب. حصة اليوم إن شاء الله سوف تكون حول أداة ليست بوكس. بالنسبة لأداة الليست بوكس، فهي أداة تستعمل من أجل عرض مجموعة من القيم للمستخدم. هذه هي الأداة، وهي شبيهة جدا بالأداة كومبو بوكس التي رأيناها في الحصة السابقة. تختلف عنها فقط في طريقة العرض، بحيث في الكومبو بوكس يظهر عنصر واحد ولا تظهر باقي العناصر إلا بعد الضغط على القائمة المنسدلة. أما في الليست بوكس فيظهر محتوى العناصر كاملا، أيضا لها نفس الخصائص. أقوم مثلا بتغيير حجم الخط، بولد 12، كولور مثلا أزرق أو أزرق ناصع. هكذا قلت إخواني. بالنسبة للخصائص فهي شبيهة جدا بالكومبو بوكس، لديها items dot add، items dot remove، dot remove add، شبيهة جدا. الآن طريقة إضافة العناصر أيضا مثل الكومبو بوكس، إما أن نأتي إلى هنا يدويا edit items ونقوم بكتابة العناصر، مثلا first item، second item، third item إلى آخره. إما أن نقوم بتعبئة البيانات يدويا أو نقوم بتعبئتها بواسطة الكود. تعبئة البيانات بواسطة الكود تكون عن طريق الدالة add كما رأينا في حصة الكومبو بوكس. طيب، حتى نفهم جيدا هذه الأداة وكيفية استخدامها سوف نقوم بإنشاء تطبيق بسيط يحتوي على add و remove. نضيف هنا label enter، نقوم بتحديد الليبل ونأتي إلى الخاصية text، enter your name، ونضيف أداة text box. نسميها مثلا text name، ثم نضيف button هنا مثلا add to list. نأتي إلى الخاصية text الخاصة بالبطن ونكتب مثلا add to list، to list box، ونقوم بإطالته لكي يبدو النص كاملا. يعني ما الغرض من هذا التطبيق؟ سيقوم المستخدم بكتابة اسمه ثم يضغط على add to list، فيتم إضافة القيمة المكتوبة هنا إلى الليست. أيضا نضيف مثلا remove the selected item، تقوم بحذف العنصر المحدد من الليست بوكس، ونضيف زر آخر ليقوم بحذف كل شيء، remove all مثلا، remove all items. هذه هي التطبيقات الممكن القيام بها على أداة list box. سنقوم بإجراء هذا التطبيق البسيط لكي نستوعب هذه المسائل بحول الله. قلنا بأن طريقة إضافة العناصر إلى list box شبيهة بالكومبو بوكس. بإمكانكم العودة إلى الدرس الماضي لتتعرفوا على كيفية إعطاء مصدر بيانات لأداة كومبو بوكس، إما بواسطة عناصر متفرقة dot items dot add، أو عن طريق مصفوفة dot items dot add range، أو إضافتها يدويا عبر هذا السهم ثم edit items. هذه كلها طرق وردت معنا في الحصة السابقة. الآن عند الضغط على add to list box ينبغي إضافة القيمة المكتوبة في text name إلى list box. قبل ذلك دعونا نفرغ هذه list box من الايتمز التي أضفناها ونختار OK ليتم تفريغها. أولا نأتي إلى الزر add to list box الذي يقوم بإضافة النص المكتوب هنا إلى list box. ندخل إليه حالة كليك ونكتب اسم list box، list box 1.items.add بين قوسين text name أداة text box dot text. هكذا
باختصار الآن عند كل ضغط على هذا الزر سيتم إضافة النص المكتوب هنا إلى الليست بوكس سطر بعد سطر. ننفذ ونشاهد. نقوم بكتابة أي اسم مثلا وليكن خالد. نضغط على Add to list box. تمت إضافة خالد إلى list box. نضيف اسم آخر رشيد. تمت إضافة رشيد. محمد صلى الله عليه وسلم. Add to list box. أي اسم آخر مثلا سلوى مثلا إلى آخره. لاحظوا كل عنصر نقوم بكتابته هنا والضغط على Add to list box يتم إضافته إلى أداة list box. الآن remove restricted item سنقوم بكتابتها كتابة الكود الخاص بهذا الزر بنفس الطريقة السابقة list box 1.items نختار items ثم إما أن نحذف ب remove نحذف بقيمة العنصر أو remove at نحذف برتبة العنصر لنا الاختيار remove at list box 1.selectedIndex هذا السطر يقوم بحذف العنصر عبر قيمته عبر رتبته عفوا عبر الاندكس الخاص به مثلا 0 1 2 3 الى اخره remove all items تقوم بافراغ الليست بوكس كامله الامر بسيط جدا نكتب ليست بوكس 1.items.clear تقوم بافراغ الليست بوكس من كل العناصر الموجوده داخلها ننفذ على بركة الله ونشاهد نقوم بإضافة مجموعة من العناصر نحدد مثلا هذا العنصر ونعمل له remove تم حذفه نقوم بعمل remove all items سيتم حذف كل العناصر هذا هو المثال على استخدام أداة الليست بوكس نكتفي بهذا القدر على أمل أن تكونوا إخواني وأخواتي قد استوعبتم شيئا ما طريقة استعمال أداة الليست بوكس قلنا هي شبيهة جدا بأداة الكومبو بوكس لا يوجد بينهما أي فرق تقريبا سوى في طريقة العرض أيضا عندنا خاصية أخرى الخاصية Selection او ملتي سيلكشن لا سيلكشن مود نعم سيلكشن مود تحدد طريقه السيلكشن افتراضيه تكون 1 يعني يتم تحديد عنصر واحد فقط نستطيع اختيار ملتي سيمبل تسمح لنا بالاختيار المتعدد يعني اختيار مجموعه من العناصر دفعه واحده مثلا الان يمكننا تحديد كل مجموعة من العناصر هكذا مجموعة من العناصر دفعة واحدة جربوا الأمر الآخر هو أيضا يسمح باختيار المتعدد هنا ملتي سيمبل ولدينا الاختيار الثالث أيضا يسمح بالاختيار المتعدد وهو ملتي اكستندد مثلا نقوم بتجريب هذا الأمر لاحظوا يسمح بالتحديد بعد الضغط على الزر Control لتحديد مجموعة من العناصر كان هذا مثال لكيفية استخدام أداة List Box المرجو تطوير مهارتكم حول List Box ابحثوا عنها جيدا اقرأوا عنها قوموا بإنجاز تطبيقات أخرى طبعا نحن لا نعطي كل شيء نعطي فقط الأشياء المهمة وعلى حضراتكم إكمال المسيرة نكتفي بهذا القدر أدعو لكم بالتوفيق والسداد ودام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته